The uniform door has a mass of 20 kilogram and can be treated as a thin plate having the dimensions shown, 0.8 × 2. If it is connected to a torsional spring at A, هنا على المحور الرأسي, which has stiffness 80 newton dot meter per rad, يعني moment per theta. Determine the required initial twist of the spring in radians so that, يعني عايز الثيتا نوت, so that the door has an angular velocity of 12 rad per second when it is closes at theta equal 0. يعني انت هتفتحه من هنا after being open to theta equals 90 degree. هو كان كده ثيتا نوت, هتوصله لغايه 90 وتسيبه and release from rest. بيقول لي التورشنال سبرينج ام بتساوي كيف ثيتا. يبقى عندنا ثيتا نوت هتفتحه لغايه باي على 2 وتسيبه, وعايزه لما يقفل الباب يكون سرعته الزاويه اللي هي الانجلر فيلوسيتي ب 12 راد بير سكند. طب هو هنا وهتسيبه بس ريست, يبقى التي 1 بصفر. ايه اللي هيسبب السرعة الزاوية هنا؟ اللي هو تكامل الام دي ثيتا, يعني كي ثيتا, لان الكي ثابتة معنى كده, بس الثيتا هتتغير من ثيتا نوت لثيتا, او اقول كده يساوي تكامل 80 دي تكامل 80 ثيتا دي ثيتا. المومنت كي ثيتا, واحنا عايزين المومنت دي ثيتا, فالمومنت هشيله وحط 80 ثيتا, ده المومنت. يبدأ من ثيتا نوت وينتهي عند ده ثيتا نوت, هتشده بمقدار 90 درجة after being opened at 90 degree. يعني مثلا كان 10 بقى 100, يبقى هنا ثيتا نوت زائد باي اوفر 2. يبقى هو كان عند ثيتا نوت هشده ازود عليه باي على 2 اللي هي 90 درجة متعامل بالراديان, يبقى ده مقدار الشغل اللي هيتبذل اللي هو 40 ثيتا سكويرد من ثيتا نوت اللي انا مش عارفها, ثيتا نوت زائد باي على 2. طب التي 2 نص اي في اوميجا سكويرد. تعالوا نحسب, هو بيقول لي عامله كانه ثين بليت, وهناخد المومنت اوف انرشيا حوالين المحور ده, مش حوالين المحور العمودي, لا حوالين محور كامل اللي هو واحد على الاول واحد على 2 الاي, واحد على 12 الماس في المسافة دي اللي هي بوينت الاول عند المحور ده, وبعدين تنقله, فممكن تقول واحد على 3 على طول, واحد على 3 في الماس في البوينت 8 سكوير في 12 تربيع. مرة تاني انا ممكن اقول واحد على 12 في المحور اللي في النص, وبعدين هنقله اقول زائد الام في نص المسافة دي تربيع. يعني ممكن اقول كده, شوفوا معايا ده هيطلع كام الاول, ادي 20 على 0.8 في 0.8 سكوير, خليكم فاكرين 16. ممكن اقول لا, 1 على 12 في 20 في 0.8 تربيع طلع 1.06 زائد بقى 20 في المسافة اللي هي نص المسافة 0.4 تربيع. الحتة دي كلها على بعضها 4.26, ولو عملناها كده 20 على 3 في 0.8 سكويرد, مش عارف 16 جت منين, 1 على 3 في 20 في 0.8 سكويرد لازم يطلع نفسها اللي هي 4.26. يبقى الحته دي 4.26, بغض النظر حسبتها تلت او مره تاني حسبتها 1 على 12 في 20 في 0.8 تربيع زائد ال 20 في 0.4 تربيع, يعني جبتها عند النص ونقلتها يطلع نفس القيمة.
يبقى نص في اي في اوميجا سكوير، نص في 12 تربيع، اداني شوية الطاقة دول ب 307.2 جول. تعالوا نطبق الكونزرفيشن اوف انرجي، التي واحد زائد 40 ثيتا سكوير مرة ثيتا نوت زائد باي على 2 ومرة ثيتا نوت تربيع. يبقى ده دي الحتة دي اللي هو تكامل من ثيتا نوت لثيتا نوت زائد باي على 2 يساوي 307.2، الحتة دي بزيرو. اذا الثيتا نوت الشاطر بقى اللي يحسب هعمل ايه؟ الرقم ده خلينا نقول كده اعملها معادلة، 40 بدل ما افضل افك، 40 ضرب الفا اكس زائد نص باي كل تربيع ناقص الفا اكس تربيع. المجهول عندي اكس اللي هو ثيتا نوت، الفا يساوي 307.2 شيفت سولف. حل يا آلة، ما حلتش الآلة، في قوس تاني ولا ايه؟ اه في قوس، في قوس تاني نسينا نفتحه هنا، ده شيفت سولف، فطلعت الثيتا 1.66 راد. يبقى لازم يكون الثيتا نوت ب 1.66 راد وتزود عليها باي على 2 وتسيبه، يوصلك ان لما يقفل سرعته الزاويه هتبقى 12 راد بير سكند.